أهلا بكم مشاهدينا، وهذه جولة إخبارية جديدة نناقش فيها أهم الملفات والأخبار المطروحة على وسائل الإعلام المختلفة مع ضيفي هنا في الاستوديو، الأستاذ علاء عبد الوهاب نائب رئيس تحرير الأخبار، أهلا بك أستاذ علاء. أهلا بك. والأستاذ محمد لاشين المحامي بالنقد والدستورية العليا وعضو المكتب التنفيذي بلجنة الحرية بنقابة المحامين، أهلا بك. أهلا وسهلا. أبدأ معك أستاذ محمد من هذا العنوان، هيئة مفوضية المحكمة الدستورية تنظر الطعن على عدم دستورية انتخابات الشورى، وفي تفاصيل الخبر ما يقول أن يعني هيئة المفوضين للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حاتم باجاتو تنظر اليوم أولى جلسات نظر الطعن على عدم دستورية نصوص قانون انتخابات مجلس الشورى وبطلانه تمهيدا لوضع تقريرها النهائي بشأن مدى دستورية القانون من عدمه. هل نستطيع أن نقول أن مجلس الشورى على نفس الخط الذي كان عليه مجلس الشعب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد أن طالما المنهج واحد والمنبع اللي بتاخد منه والأساس اللي بتأخذ منه المحكمة الدستورية واحد، فأعتقد أن احنا قدام موضوع واحد وأسباب واحدة زيها زي مجلس الشعب بالضبط، وهتكتب تقريرها أعتقد هذا يعني بنسبة 99% ضد استمرار مجلس الشورى. بس أنا ليا رأي آخر في هذا، كان بالأحرى على المحكمة الدستورية ككل بقى بهيئاتها إلى آخره أن تعلق جميع أعمالها لحين وضع دستور تقيس عليه ما يحال إليها من أحكام محاكم والبحث في دستورية هذه القوانين، لأن في حاجة خطيرة جدا، إحنا النهاردة نكاد نكون أو فعلا إحنا بلا دستور، إحنا بإعلان دستوري مكمل، وبعدين الإعلان الدستوري ده لا يمكن يكون بذات نفس مستوى الدستور، لأن استفتاء الشعب على مواد الدستورية هو بمثابة الروح للجسد. طيب، فإن تخلف هذا الاستفتاء فمات الدستور، فإحنا في الحقيقة ليس لدينا دستور. فأنا مش عارف بأي يعني أي ولم يكن لدينا دستور وقت حل مجلس الشعب أيضا. ولن يكون ولا ما فيش، ما إحنا الشعب خرج واستفتي على حوالي 9 مواد، فوجئنا بإعلان دستوري من 64 مادة لم يستفت عليهم الشعب، ومعرفش هذه القرارات اللي صدرت من المحكمة الدستورية عملوها معاملة الدستور. ما فيش ولا نص قانوني ولا يعني كل اللي درسناه في كلية حقوق وكل فقهاء القانون الدستوري اعتقد ان هم لما يسمعوا رأي ده اعتقد هيراجعوا كلامهم تاني، لان في الحقيقة والواقع احنا ما عندناش دستور. نعم. ما فيش دستور يا جماعة، لازم كنا نعترف بهذه، كنا لازم دستور 71 بعد التعديلات اللي حصلت فيه كنا نستمر عليه ونطبقه، كان هيبقى الدنيا ماشيه جميله. تمام. جدا، ولكن الى ان يوضع دستور اخر. بما ان ذلك لا يحدث، فنحن الان قياسا على ما حدث في مجلس الشعب نرى انه مجلس الشورى سيكون له ربما نفس المصير. ربما نفس المصير، بس يعني مع التحفظ اللي انا قلته، اللي انا اصلا مش موافق على 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 يعني يجب يكون في فعلا مبدا فصل بين السلطات حقيقي. يعني يجب الا يتتدخل السلطه القضائيه في السلطه التشريعيه وفي قراراتها، احنا اصلا كده بالطريقه دي اجهزه الدوله او سلطات الدوله مش هتقوم. نعم. طالما بدانا يعني انا اعتقد ان الدستور الجديد اللي بيتحط هيبقى فيه مبدا الفصل بين السلطات اوضح واعمق من اللي احنا عايشينه دلوقتي. انا اذهب للزميل صابر مشهور ليضعنا في مزيد من التفاصيل، وهو امام المحكمه الدستوريه الان. صابر. نعم، هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية قررت حجز دعوة المخاصمة المقامة ضد 7 من قضاة المحكمة لكتابة التقرير، وسمحت لي محامي الحكومة بأن يوضع مذكرات ومستندات خلال 2 أسبوع، وبالتالي خلال 1.5 شهر سوف تقول هيئة المفوضين قد أوضعت تقريرها، إما بعودة مجلس الشعب للعمل مرة أخرى أو بقاء مجلس الشعب منحلا. وهذه الدعوة دعوة المخاصمة أقامها أنور صبح وهو صاحب حكم حل مجلس الشعب، وقال في دعوة مخاصمته إن 7 من قضاة المحكمة الدستورية أصدروا حكما غير صحيح بحل المحكمة الدستورية أو بحل مجلس الشعب دون طلب منه، أنه لم يطلب أصلا حل مجلس الشعب وفوجئ بالقضاة يحلون المجلس دون طلب، وقال إن هذا يعد خطأ مهنيا جسيما وغشا وفقا لما جاء في دعواه. وخلال 1.5 شهر سوف تضع هيئة المفوضين تقريرها ليتم رفعه بعد ذلك
للمحكمه الدستوريه العليا لنعرف هل ستحكم بعوده مجلس الشعب مره اخرى ام لا. نعم. بالنسبه لدعوى حل مجلس الشورى فهيئه المفوضين استمعت لمرافعات عدد من المحامين عن مجلس الشورى وبعض نوابه، وحتى الان لم تصدر هيئه المفوضين اي قرار بعد. وفي كل حال هيئه المفوضين هي هيئه قضائيه تحضيريه وليست هي نفسها المحكمه الدستوريه، دورها هي ان ترفع تقارير عباره عن توصيات للمحكمه الدستوريه التي تصدر فيما بعد حكم النهائي. الزميل صابر مشهور اشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الهاتف من امام المحكمه الدستوريه العليا واعود اليك. بس دعوه المخاصمه دي انا عايز بس اوضح للجمهور يعني ايه دعوه مخاصمه، لان دعوه المخاصمه دي دعوه بتقول للقاضي يا قاضي انت اخطات وعليك التعويض بسبب خطأك المهني الجسيم. يعني خلي بال حضرتك دعوة المخاصمة غير دعوة غض. دعوة المخاصمة أنا بقول للقاضي أنت أخطأت في 1 2 3 4 في حكمك ده، وأنا بالتالي أنا أضرت وفلان أضير وعايز منك تعويض. إنما الدعوة أصلا في المفاوضين بتاعت حل مجلس الشورى شغالة، يعني أنت حضرتك قلتي خبر على أساس إن في تعارض. لا، هم خطين متوازيين. الدعوة منظورة في المفاوضين بتاعت الدستورية، ودعوة المخاصمة اللي اترفعت اللي بيقول إن المحكمة الدستورية حكمت بما لا أطلب. تمام. وده يعتبر خطأ مهني جسيم. هو مش غش زي ما قال التقرير، هو مش غش، هو خطأ مهني جسيم، ويستتبع إن القاضي يدفع عليه تعويض على هذا الخطأ إن كان هناك خطأ. إذا عودة مجلس الشعب تحمي مجلس الشورى؟ لا 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 طبعا لا تحمي. لا. إزاي يعني؟ لأنه لا بالقياس على نفس المراحل اللي خدتها دي أنت. لا أنا أعتقد مش هتوصل المراحل دي. أنا أعتقد إن لو صدر هي يعني هيمتثل المسؤولين أو المؤسسين يعني. نعم. الممثل يعني رئيس الجمهورية هيمتثل لحل مجلس الشورى. نعم. وهيتحل وخلاص، واحنا اللي ندفع الثمن بقى. مجلس الشورى هو مجلس الشورى بيعمل ايه تاني؟ ايه اللي عمله من ساعة ما جه؟ هو الحقيقة بس أنا عايز يعني أعقب في نقطتين بشكل سريع جدا. الأولى تتعلق بدعوة المخاصمة، طبعا يعني ده حق يبيحه القانون لمن تقدم للقضاء بطلب ثم جاء رد القضاء على غير ما يطلب الشاكي أو المتقدم. يعني أنا بس أنا ما أعرفش إلى أي مدى ممكن هنا القياس يبقى وارد. يعني لو أنا أصبت حد في مشاجرة إصابة كيفت على إن هي جنحة، وحين وصل الأمر إلى منصة القاضي توفي هذا الشخص وكان التقرير الطبي أنه ده أثر للضرب اللي حصل خلال المشاجرة. جنحة برضه. ماشي أوكي، ولكن هل الإصابة تساوي عند القاضي عند الحكم لحظة الحكم الوفاء؟ اعتقد انه لا المساله لا ممكن. لا لا لا. طبعا القياس مع الفارق. القياس مع الفارق. القياس مع الفارق. لا حضرتك بس الفارق. انا بقول لحضرتك بس حاجه، انما دلوقتي القياس جنحه بدستوريه. لا بعدين انا فاهم. انا فاهم ان الفارق موجود، ولكن فارق انا كبير. وفارق كبير، والمحكمه لازم تحيل تاني للنيابه، والنيابه تشوف أوكي شأنها في القضيه. يعني ما اوكي ماشي هترجع انما التكييف هيختلف يا سيدي من النيابه بقى من الاول. انت بتتكلم على فكره. انما في الاخر الدستوري. انما فاهم انما في الاخر هيبقى في تكييف مختلف. بالرجوع للنيابه. المحكمه محدده بطلباتها يا استاذي. ايوه. انا دلوقتي رايح لطبيب. بلاش، انا رايح لطبيب بقول له والله انا في اعراض سخونه ومتصور ان ده دور برد، فيعمل لي تحاليل فيكتشف ان في التهاب رئوي مش عند مصر كلها. مش هيصيب هذا المرض. ايوه يعني اللي انا اقصده انه في الاخر اذا كان في احتمال بعيد عن التفصيل. لا اصل الدخول، اصل احنا ناس بسطاء بيسمعونا وبياخدوا. انا عندي ما عشان كده استاذ علاء بيحاول يبسط. ما انا ببسط. ما انا ببسط الدراما بين الواقع والقانون. ارجوكوا الناس بتاخد المفاهيم القانونيه مننا او من الاستاذ او من حضرتك او من اي حد. دي محاوله للتفصيل يا فندم، لانه تفاصيل حضرتك بتقولها برضو قد تكون صعبه. لا احنا نتكلم في صلب الدعوه المخاصمه. دعوه المخاصمه لخطا مهني في تطبيق القانون. دي حاجه دي محاكمه القانون، محاكمه الحكم، محاكمه نص القاضي ياخد بيه او ما ياخدش بيه، المفاوضين تاخد بيه او ما تاخدش بيه. يعني دي حاجه، دي طريقه من طرق الطعن كفلها لنا القانون. نعم. انا اقصد يعني ان احنا ما نلخبطش الناس. طيب عاود اليك استاذ علاء لاستكمال النقطه. طيب دي نقطه. النقطه الثانيه انه في دول ليست
لها دساتير مكتوبة كويس، وهناك محاكم دستورية الناس بتلجأ إليها في ظل دستور غير مكتوب، يعني في ثوابت في سوابق، وبالتالي الاحتكام هنا يعني هو المحكمة الحقيقة احتكمت إلى مبدأ غياب المساواة. وأعتقد أن مفيش دستور في الدنيا حتى لو أنتجوا نظام غير ديمقراطي كويس هيقول في النص المكتوب أنه الناس مش متساوية أو أن الفرص بين المواطنين محل عدم تساوي. وبالتالي هنا يعني مسألة الاستناد إلى أنه المحكمة ما تشتغلش، أعتقد أن في سوابق وفي ثوابت هيتضمنها أي دستور حتى لو مش موجود في ظل المرحلة الانتقالية اللي احنا موجودين فيها. وأنا متصور أنه مع كامل احترامي لاجتهاد الأستاذ محمد أنه فلتبقى المحكمة الدستورية، لأن أنا أعتقد أنها أحد الأعمدة القليلة التي تحمي القيمة المصرية المهددة دائما بالسقوط خلال الفترة اللي فاتت. هي باقية. إنما فلنعود إلى قصة الشورى. هو باختصار شديد جدا الشورى أساسا كان يعني اجتهاد الرئيس السادات، اجتهدوا صحيح. علشان يشوف حل لملكية الصحف تحديدا. وهو لا هم حصل مجلس استشاري في ظل وجود المجالس القومية المتخصصة اللي هي بالفعل ممكن تبقى مركز رائع جدا بيضم كل الكفاءات في مختلف التخصصات وممكن تلعب هذا الدور الاستشاري، ولا هو له صلاحيات تشريعية قوية وواضحة ومحددة. وبالتالي انا كنت متصور انه حتى هل الشورى بعد الثوره هل اداها نفس مختلف الشيء؟ يعني هي ايه اللي الشورى عملوا غير قصه رؤساء التحرير الكذا و50 نعم. رئيس تحرير فهو بيمارس، وانا متصور حاجه ما اعرفش هي ازاي غايبه عن شكل انتجه فعل ثوري، انه ما ينفعش انا استند الى ممارسات كان يقوم بها حتى في ظل غطاء قانوني بيقوم بها نظام الناس صارت عليه فاحتج بده، اقول والله ما هو كان الشورى في عهد مبارك. طب ايه يبقى قامت الثوره ليه؟ لكن الشورى يعني بتمارس ما يتعلق بقوانين موجوده. اوكي ماشي، انا اتصور انه هذه البنيه القانونيه كانت تبقى محل الاهتمام. المنظومه الصحفيه كانت تبقى اعاده تشكيلها محل اهتمام. هو ده اللي انا متصوره. يعني استاذ محمد انتقل معك الى نقطه اخرى، وهي المستشار أحمد مكي وزير العدل يصدر قرار جمهوري بتشكيل لجنة للتعديلات التشريعية، وقال أنها لن تكون بديلا عن البرلمان، وأنها مؤسسة تختص بالصياغة ومراجعة النصوص القانونية وإعداد مشروعات القوانين المقترحة والتعديلات المطلوبة وطرحها للنقاش العام. إلى أي مدى تخدم هذه اللجنة أو هذه المؤسسة الوضع الحالي؟ إحنا دلوقتي عندنا فراغ تشريعي واضح وظاهر. فإذا أصدر رئيس الجمهورية من نفسه بعض هذه القرارات بقوانين أو بعض هذه القوانين وطلعت للناس أعتقد هتبقى في زوبعة. فمستشار مكي بيعمل اللجنة دي عشان يبتدي يصدر قوانين تحل من الأزمة التشريعية اللي احنا فيها دلوقتي، ويا رب تخلص على خير، لان انا شايف ان في بعض يعني المشاركين السياسيين في الحالة السياسية الثورية برضو مش مخليين نظام الحكم ياخد نفسه. يعني حد كده بيشد البلد مش عايزين في، يعني في طبعا قوى معينة مش عايزة البلد تاخد خطوة للأمام. وبعدين عايزة أرجع، وبالتالي هل ده حل فقط حتى عودة البرلمان؟ الفراغ التشريعي بس حل الفراغ التشريعي المؤقت الذي تعيشه البلاد، وهي فعلا الحالة الثورية هتكتمل بوضع الدستور واستفتاء الناس عليه. لأنه في نص يعني التصريح من المستشار أحمد مكي بيقول إن هو ليس بديل عن البرلمان، ده معناه إن هو هيبقى موجود حتى لو البرلمان موجود. لا 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 لا, لا لكنه خلص. مش بديل عنه. ليس ما فيش وجود لسلطة تشريعية أخرى سوى البرلمان، هو لرئيس إن هو يصدر تشريعات بقوة القانون، لما يتشكل البرلمان بعد كده تعرض على البرلمان يا إما يقرها يا إما يلغيها يا إما يعدلها. إنما النهاردة إحنا لازم نفرق بين إن الرئيس بيصدر لوحده قرار وإن في لجنة تشكلت من وزارة العدل. بس أنا عايز أرجع للكلام الأستاذ علاء قاله
استاذ علاء بيقول ان في ثوابت وسوابق. اولا مصر من 70 سنه لا تاخذ بنظام السوابق القضائيه. هو اللي بياخذ بنظام السوابق القضائيه هو النظام الانجلو ساكسوني الامريكي الانجليزي، هو الذي ياخذ بنظام السوابق القضائيه. انما الثوابت الدستوريه دي تبقى محل نظر اللجنه التاسيسيه حينما تضع الدستور، انما مش تمام. المحكمه هتعمل تشريع وهتعمل سوابق وهتعمل ثوابت وتطبقها عليا النهارده، ما ينفعش. احنا نظامنا بيحكمه النظام التشريعي، يعني يبقى في قانون اطبقه عليه احكم بيه. طيب وضحت وجهه نظرك استاذ علاء، هل لديك تعليق سريع على هذه النقطه حتى ندعو يعني الى يعني انا واحدة. اتصور ان احنا في مرحله المفروض انه يبقى في يعني ما يمكن ان يسمى بفقه الضروره. يعني انا اعتقد انه في مرحله زي دي ما يغبش دور المحكمه الدستوريه باي دعوه، لان يعني يبقى انها تمثل في ظل غياب القدره من جانب الفرقاء على الساحه السياسيه في ان هم يتفقوا على المائده او حول مائده مفاوضات حتى كويس. الدعوه لتدخل الدستوريه او للقضاء عموما حتى القضاء الاداري، لانه هذه القوى غير قادره على الحوار وغير قادره على انها تجتمع حول مائده وتتفق وتصل الى توافقات، وبالتالي تعظم دور القضاء سواء الدستوري او الاداري. نعم انا اخذ شكرا. كلمه الفقه الضروره ونروح مره ثانيه لتصريحات المستشار مكي على لجنه للتعديلات التشريعيه. هذه اللجنه يقال او هو يقول انها ستكون من اعضاء اللجنه سيكونون ممثلين للجهات المتعدده المعنيه بالتشريع في الدوله مثل رئاسه الجمهوريه، اداره التشريع بوزاره العدل، قسم التشريع والفتوى بمجلس الدوله، مجلس الوزراء، الازهر او المفتي او كليهما، واساتذه القانون والمجلس القائم لحقوق الانسان والشخصيات العامه. هل ده برضو ممكن نقول انه هذه المرحلة تحتاجه تحت بند فقه الضرورة كما كنت تقول؟ انا اعتقد ان ده تطبيق مباشر للمفهوم. يعني اذا لم يعني اقع في اي التباس، فاعتقد انه ده تطبيق مباشر لفكرة فقه الضرورة، لانه يعني المجتمع بغض النظر عن غياب السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان لأي سبب، حل بحكم قضائي لم يتكون بعد لأنه في الأجندة المرحلة الانتقالية لم نصل إلى هذا البند مثلا، ولكن في النهاية لابد للمجتمع في لحظة ما من صدور تشريع محدد لضبط إيقاعه وتفعيل دور الجهة التي تقوم نيابة عن البرلمان لحين انعقاده بهذا الفعل، سواء كان المجلس العسكري سواء الرئيس النهاردة. وزي ما أستاذ محمد تفضل وقال، حين انعقد البرلمان سيكون من حقه مراجعة كل ما صدر من تشريعات أو قوانين بقرارات رئاسية في غيبته بالتعديل أو بالإلغاء أو بإعادة الأمر برمته إلى إحدى لجانه وطرح تشريع مناسب من وجهة نظر البلد، وينتهي دور اللجنة مع وجود البرلمان. أعتقد طبعا ده ده مسألة محسومة. هو يعني بس في حاجة، في لجنة في وزارة العدل دي موجودة طول عمرها اسمها لجنة الفتوى والتشريع، وهي اللي بتعد بعض مشروعات للقوانين وشغالة بقالها 30-40 سنة، بس كانت بتشتغل لمصلحة النظام الحاكم آنذاك يعني. إنما دي موجودة مش بدعة رئاسية أو بدعة وزارية أو بدعة ثورية. هي كانت موجودة. أنا بس كنت عايز أتكلم على دور محكمة الدستورية. طيب. لأن ده قلقني قوي. محكمة الدستورية المصرية خاصة هي محكمة ما يعني في تشكيلها حتى وفي طريقة إنشائها هي محكمة مصرية خالصة التشكيل وخالصة يعني حاجة افتكاسة مصرية مش موجوده في العالم كله. في طريقه انشائها وازاي انشئت وازاي جت ومين اللي بيعينها، يعني حدوته، يعني مش لازم نعظم من دور بعض المؤسسات حتى لو كانت قضائيه. احنا نبتدي نحلل دورها، نشوف ما لها وما عليها، لان هي في الاصل ما هي محكمه سياسيه، محكمه دستوريه في الاصل. هو اي قانون المفروض يعرض على لجنة الفتوى في مجلس الدولة وبيقول رأيه ويشوفوا إذا كان موافق للدستور ولا لا. إنما هي كان يقصد بها بعض المسائل الأخرى في عهود سابقة،
والى الان زي مجلس الشورى زي ما حضرتك سالتي السؤال بتاع مجلس الشورى هو بيعمل ايه. انا اعتقد يعني هما الاثنين شبه بعض دلوقتي يعني. نذهب الى نقطه مختلفه ولكن بعد فاصل قصير لموجز لاهم واخر الاخبار مع الزميل محمد عقل. فالى هناك. كل ما ارتكبوه وكل ما نهبوه نمره اتنين ان يتم اعاده كل الحقوق المنهوبه والمسلوبه الى اصحابها يعني الى الشعب المصري. نمره ثلاثه ان يكون هناك غطاء قانوني كدول ويمكن ابرز هذه التجارب في جنوب افريقيا. صحيح. كما يعني بغبغنا وقلنا ذلك كثيرا وفي بعض اقطار امريكا اللاتينيه يكون هناك الغطاء القانوني تحت عباءة العدالة الانتقالية وبالتالي ما يكون من حقوق للوطن يعاد وما يكون هناك من ضمانات لمن أعاد الحقوق موجود بنصوص واضحة في ظل منظومة كتلك. أنا أتصور أن ممكن يبقى في كلام فيما دون الدم فيما دون الجرائم الجنائية يعني ما يتعلق بحقوق أراضي سلبت أموال هربت إنما ما يتعلق بشق جنائي أو ما يتعلق تحديدا بتورط هؤلاء في قضايا دم زي مثلا بعض هؤلاء تورط في مسائل متعلقة بالذات جنرالات النظام في الداخلية أرواح أزغقت وناس قضوا دون ذنب في السجون جراء التعذيب. اعتقد ان دي مساله لا تسقط ولا يمكن قبول الاعتذار ولا يمكن التصالح فيها. لا لا اطلاقا. اذهب اليك استاذ محمد وتحت عنوان العداله الانتقاليه والمصالحه وهناك تجربه قام بها نيلسون مانديلا من قبل، هل تعتقد انه من الممكن ان يحدث ذلك في مصر؟ واسالك طبعا من الناحيه القانونيه. انا خليني من الناحيه الاجتماعيه والانسانيه والثوريه والقانونيه برضه هقول لك القانونيه في الاخر اللي انا مش مقتنع بيها يعني. بس انا هقول لك احنا عندنا حتى في مبدا قانوني يعني لا يجوز اساوي يعني لازم اساوي الدم قضايا الدم قضايا الفقر والجهل والظلم الاجتماعي الذي بات فيه الشعب حتى الان واقول ان انا اعفو عنهم. لا دول يتحكم عليهم ده حرام سرق ولازم الفلوس ترجع ولازم ياخد عقابه والا كل من سرق يسرق واللي مش هيتقفش خلاص هيعدي بالفلوس. انا اقصد لكن هل ده وارد انك انك تحاسبه وتسجنه وترجع الفلوس؟ طبعا 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 بالقانون لازم لان هي المصالحه ليها علاقه بيرجع الفلوس. لا لا انا ضد المصالحه. انا مش مع المصالحه خالص. الثوره قامت دي مش عشان نصطلح مع الناس اللي جابوا لنا فشل كلوي وكبدي وفقر وذل وقهر مش ممكن. طب اذا تحدثنا فيما يتعلق برجال الاعمال ما هو رجال الاعمال دول ما هم اللي سرقوا ثروات مصر هم اللي اوصلونا الى الفقر والذل. حضرتك مش مع مبدا المصالحه ولكن أنا مع مبدأ ولكن المحاكمة. هل تطبيق المصالحه اذا تم التوافق عليه والموافقه عليه يعني وارد؟ لانه زي ما احنا اتكلمنا انه في تجربه مماثله. والله التجربه المماثله دي خلاف التجربه اللي عندنا. انا اعتقد يعني ندرس بس التجارب مانديلا اللي حصلت. لا دي تجربه يعني النظام العنصري اللي كان موجود في جنوب افريقيا لم يمارس الفساد بهذه البشاعه. طيب من الناحيه القانونيه هل ده وارد انه يحصل؟ ممكن يحصل؟ لا مش وارد. ليه؟ لا اعتقد انه وارد. انا اعتقد ان كل من اجرم في حق هذا الشعب لابد ان يحاسب وان يصادر امواله. الاحكام على فكره الاحكام تمام حكمت المحكمه بكذا ومصادره. انا رافض هذا المبدا بصراحه يعني انا مش عايز افتح. طيب ما هي دي وضحت النقطه يعني دي ان حضرتك رافض المبدا ولكن من الناحيه القانونيه هل المبدا ده حتى مع وجود الرافضين له ممكن يتطبق من الناحيه القانونيه؟ ممكن يتطبق واي حاجه بعد الثوره ممكن تتطبق اللي هو خلاص يعني ما اقول لك ايه يتطبق طبعا يتطبق انما انا اعتقد ان ده مش هيريح ولا يشفي غليل الثوار ولا الشعب ولا يا استاذه ضحى احنا الشعب ده قهر وظلم واستغل ومرض وقتل ايه ده؟ 70 سنه بقى 30 سنه 30 ال10 سنين الاخرانيين
ده احنا لما كنا نعترض ولسه الشعب بيعاني ولسه لا بس انا هقول لحضرتك ده احنا لما كنا بنعمل مظاهره من 20 واحد على باب نقابه المحامين كان بيجي لنا 15 عربيه امن مركزي تقف على الباب وتسد نص شارع رمسيس. ده ايه القهر ده؟ نعم. وتقول لي في الاخر اصطلح معاهم ده التليفون من احمد عز كان بيدخل ناس غاياها بالسجون وغاياها بالمعتقلات. لكن هو في ناس بتربط يعني المصالحه ديا بالحاله الاقتصاديه وانه اذا حبستهم ما بتاخدش من وراهم حاجه. لا انت هتحبسيهم وتاخدي احكام ونستعد الاموال وفي لجنه عظيمه جدا عشان تسترد الاموال هم لازم يعترفوا بيها. لا لا لا, لا الكلام ده مش مظبوط. لا الكلام ده مش مظبوط وارجوك تراجعي الدكتور محمد محسوب في هذا وعنده خطه هايله جدا هو والمجموعه اللي بيشتغل معاه وشغالين شغل في منتهى الجديه وهترجع فلوس مصر ان شاء الله المنهوبه. نعم استاذ علاء هل من الغريب ان يطرح الدكتور محمد سليم العوا هذا الطرح مبدا المصالحه وهو في يعني في يوم من الايام كان مرشح للرئاسه يعني ان ياتي مبدا المصالحه من مرشح للرئاسه هل هو غريب؟ يعني هو في الاخر في محاوله للسعي الدكتور سليم لا يستطيع شخص ان هو يختزله في كونه كان مرشح فهذه الصفه كانت العاديه ولا هو يتصرف في حكم ايضا أنه اعتقد انه يعني انا السمه او الصفه اللي بغلبها على الدكتور العوا الحقيقه كونه مفكر اكثر منه يعني صحيح. حد عنده رؤيه وعنده منهج وعنده يعني مجموعه كتب طرح فيها رؤاه وتصوراته في امور عديده وعريضه في حياه الناس فضلا عن خلفيته القانونيه كاستاذ وكمهندس يعني فانا اعتقد ان كل هذه الامور تفاعلت لتنتج فكرة كتلك يعني لا يعني يعني احنا كنا بنتكلم عن فقه الضروره هل ده يعني بقى يقع تحت مبدا في نفس السياق يعني اعتقد انه في نفس السياق لانه بالفعل هناك اموال تم التمويه تماما على مسارها تماما لانه يعني في مافيات محترفه كانت بتشتغل وبعدين اضيفي الى هذا انه يعني انا بعيد التاكيد على نقطتين نقطة الدم ونقطة الشق الجنائي أعتقد أنه بلتقي فيه مع أمور كثيرة طرحها الأستاذ محمد لاشين في كلامه عن الفقر وكذا وكذا والأمور المتعلقة بملايين أصيبت بالفشل الكلوي وملايين أصيبت بالكبد يعني هذه الملايين من الأمراض كويس اللي اصيب بيها او كان ضحايا اعتقد ان ده ممكن يبقى له شق جنائي فده اللي انا بعنيه نعم. انما فيما يتعلق بالشق المالي كويس اتصور انه المصالحه في السياق اللي انا طرحته واخرين طرحوه اعتقد ان ده يلتقي مع طرح الدكتور العوا نفسه في الاعتراف وفي اعاده الحقوق الى اصحابها وفي عدم معارضه او مؤيده ما دون الأموال المنهوبة أو الأراضي المنهوبة من مسائل تتعلق نعم. بالدم أو بمسائل جنائية بنصوص واضحة في قانون نعم. العقوبات ما خرجش عنها يعني. نعم أذهب معك أستاذ علاء لهذا التصريح مدير حملة الصباحي حسام مؤنس يقول إلغاء مؤتمر التيار الشعبي يؤكد أن النظام المخلوع لم يسقط وفي تفاصيل الخبر ما يقول على لسان حسام مؤنس مدير المكتب الإعلامي لحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي المصري أن الداخلية اللي أمنت الانتخابات وأمنت مقرات الإخوان في المظاهرة الأخيرة 24 أغسطس لم تؤمن أول يعني اجتماع للتيار أو أول مؤتمر للتيار الشعبي في استاد القاهرة ماذا يعني هذا؟ هو بيقول أنه يؤكد أن ده بيؤكد النظام المخلوع لم يسقط أنت كيف ترى الموضوع؟ يعني هي المسألة ليست اتفاق كامل مع الطرح وليست رفض كامل مع الطرح يعني دعينا نقول بداية أن البيروقراطية المصرية دائما تضع نفسها في خدمة من يحكم يعني هذه المسألة واضحة تماما حين قامت ثورة يوليو أنا أعتقد أنه الدولاب الحكومي التي ورثته الثورة من النظام الملكي لم يسقط برمته لما حصل نفس الشيء بعد انقلاب أو ثورة زي ما كل واحد يقيمها 15 مايو لم تختلف الإدارة الحكومية بنسبة 100% ولم يحدث نفس الشيء لما مبارك انقلب على كل أو على كثير مما ورثوا من السادات ونفس الشيء فهي نمرة واحد
انه البيروقراطية المصرية دائما تضع نفسها في خدمة من يحكم. وأن طب هو من يحكم ماذا يضيره يعني في هذا المؤتمر؟ لانه المؤتمر هيتعمل بعدين. انه في يعني برضو يعني مش عايز اقول فكرة الصفقة، ولكن في ناس كان يجب ان تمضي مع من مضوا او يخرجوا مع من خرجوا في التصفيات اللي حصلت خلال 3 أو 4 حركات للشرطة، ما زالوا موجودين، واعتقد انهم يتخبسون بمقاعدهم وعايزين يثبتوا ان هم رجال المرحلة، وانهم يستطيعوا كما امنوا النظام سابق يستطيعوا ان يؤمنوا النظام الحالي. فده ممكن تقول عربون محبة عربون صداقة. وبالتالي احنا ما نقدرش نلوم على النظام بقى، لانه مش هو اللي بيطلب، الناس هي اللي بتعمل له كل حاجة من غير ما هو يطلبها. لا انا طبعا مش في الكواليس وما عنديش معلومات، لا يعني انا اتصور ان يكون هناك طلبات يعني يعني مثلا مدير اكاديمية الشرطة السابق الذي اصبح احد مستشار الرئيس، هو اول حد قال مفيش مشكلة انه ناس تنتمي الى اسر اخوانية تدخل اكاديمية الشرطة. فهل وجوده ضمن المستشارين لانه هو ابرع او اعظم؟ يعني قد يكون شخص على المستوى الخبرة في المجال الشرطي أو في مجال البوليس ممكن يبقى عنده خبرة عالية لا ننكرها، ولكن هل هو الأبرع وهو الأهم وهو كذا، ولا في فواتير بيتم تسديدها لأني أستمر، لأني أبقى موجود مؤثر، لأني أبقى في الصورة، لأنه يعني في هذا السياق يمكن تكييف المسألة أو النظر إليها كما أتصور يعني. يعني ممكن حد يبقى عنده رؤية نقيدة للي أنا بقوله، إنما المسألة في فواتير بتتسدد في عربين محبة وصداقة ومحاولة للتقرب إلى السلطة. طبعا أنت أنا كسلطة لما حد بيمدي لي إيده بخدمة هقول له أهلا وسهلا اخدمني، لأنه أنا دلوقتي بستخدم هذا الشخص بخبرته بثقله في المكان بتاريخه بقدرته على التأثير. يعني كل هذه الأمور بتبقى محل اعتبار عند صاحب السلطة. ثم أن هناك وارد جدا أن تصدر توجيهات محددة تقود أداء جهاز ما إلى الطريق الذي يخدم مصالح من في سدة السلطة. وللأسف كنت أود أن يكون معنا على الهاتف الأستاذ حسام مؤنس حتى يوضح لنا يعني على أي أساس رفضت وزارة الداخلية أن تؤمن المؤتمر، وأستطلع رأيك في نفس الموضوع أستاذ محمد. أنا بس عايزك تقولي خبر تاني زي ما عنجالي كده في اليوم السابع تاني، يعني تقولي خبر تاني كده عشان إيه حاجة لفتت نظري. هو مؤتمر ايه ده اللي حصل؟ مؤتمر التيار الشعبي يؤكد ان النظام المخلوع لم يسقط، وان الاستاذ حسام مؤنس مدير المكتب الاعلامي لحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي انتقد رفض وزارة الداخلية تأمين المؤتمر التأسيسي الاول للتيار الشعبي في استاد القاهرة، والذي كان من المقرر عقده الاحد المقبل الموافق 9 سبتمبر. طب انت كاعلامية كبيرة سمعتي ان في مؤتمر اسمه مؤتمر التيار الثاني الدولي اسمه بغض النظر؟ لا احنا ما سمعناش بغض النظر، دول بيحاربوا خيالات، ده خيالات هما بيتوهموا كده عفريت ويقعدوا يحاربوه. انا ما سمعتش ان في مؤتمر، ولا انا بقرا كل النشرات وكل لكن هما واضح ان هما طلبوا من الداخليه من الكلام ان هما يامنوا المؤتمر. ده كلام انا ما ده كلام مرسل ملوش اي دليل في الواقع ولا اي حاجه. يعني حضرتك عايز تنفي انه الداخليه تكون عارفه طبعا ورفضت؟ لا يمكن لا يمكن. يعني جه 100,000 وانا ما اعرفش هو ايه، يعني ايه اللي حصل ما انا ما اعرفش. طب هما لغوا المؤتمر من اساسه عشان الناس ما جوش في ايه؟ يعني هو ماتش كوره مش مؤتمر زي اللي بيتعمل؟ ما انت بتروحي جوه الجماليه وتقعدي ومفيش حد بيامنك. يعني انا عايز افهم يعني عايزين ايه؟ يعني عايزين ايه مؤتمر بيتعمل؟ عايزين مدرعات تروح لهم؟ ما يعملوا مؤتمر يعملوا 2، ده بيحاربوا خيالات، دي ناس بتتوهم كده عفريت ويقعدوا يحاربوه ويقولوا الحقونا من العفريت الحقونا من العفريت. اخوانه الدوله الدنيا هتقع الدنيا في ايه؟ ما تشتغلوا ولا حد بيحبسكوا دلوقتي، ولا حد بيضربكوا، ولا حد بيخوفكوا. انا عايز القوى السرية تبقى اشجع واقوى من كده، ويبقى في دماغها مشروع تنفذه وفي دماغها خطوة تنفذها. بلاش الخوف 24 ساعة من دونك شوت ده العمال يحارب طواحين الهوا ومرعوبين. مرعوبين من ايه؟ في ايه؟ تلغي ازاي المؤتمر؟ ده انت تعمل مؤتمر ولما تصاب لو ما في الحقيقة هيعملوه يعملوه ويشتغلوا، وانا اول واحد اروح. يعملوا المؤتمر، فين المؤتمر؟ في استاد القاهره. ده استاد القاهره مش عارف مش عارفين يعملوا 3000 واحد الماتش.
هم كلهم على بعض ما جوش 300 400 واحد هيروح، ما يروحوا يعملوا مؤتمر. تعليقك الاخير استاذ علاء، بلاش الخوف من بعد اذن حضرتك. هل نحن الان يعني هل الكلام يا استاذه ضحى لو سمحتي، احنا عايزين نعمل رساله مباشره من هنا يا جماعه، اشتغلوا وابداوا واعملوا مؤتمراتكم، ولما يحصل فيه حاجه نتكلم. مش احنا لا هنمنع، واصل احنا كنا، طب ما الناس نزلت شارع طلعت حرب من اوله لغايه اخره، ما حدش قرب لهم، وكانوا في الشارع واصحاب محلات وناس متضررين وناس من العامه وناس. طيب ما هو الناس برضو يوم 24 اغسطس نزلت وما حرقتش لا مقرات ولا عملت حاجه. ما حدش ما هو دي عفاريت، ما هو كله عنده عفاريت دلوقتي، كل واحد بيرمي. ما انت يعني ما تقدرش، يعني مش الطيار ده بس اللي عنده العفاريت. ما انت حضرتك لما ترميني بكره لعب خوفيني ارمي لك برضه، ترميني بعفريت ترميك بعفريت، ترميني بطوبة ارميك بطوبة. استاذ علاء، استاذ محمد هو قال حاجة مهمة جدا، الناس تشتغل بقى. اشتغلوا يعني الناس اللي تنتقد يعني وعندها تخوفات لديها الفرصة ايضا ان تعمل. اذا كان مطلوب انه انا بشكل اجرائي اروح اقول لجهة ما ان انا هعمل المؤتمر الفلاني في المكان الفلاني، كويس. اذا كان اجرائيا ده مطلوب، يبقى مقابله انه هذه الجهة تؤمني. يعني دي مساله ما هيش بدعه ولا حاجه. اذا اذنت لي يا استاذ محمد، ده نمره واحد. نمره اتنين، لما اتقال يعني اذا كانت هذه القوة يعني قوة هلامية ولا تستطيع ان تهدد احد تهديد حقيقي ولا كذا، طب لما كانت هذه الضجة المرعبة أمنولنا كجماعة صحيح. إخوان وكحزب حرية وعدالة كل نعم. مقراتنا في كل الجمهورية. يبقى إذن المسألة هنا ما حدش شدده، لا كان في إشاعات. الإشاعات يعني أعتقد أنه لما داخلية مصر تجند لتأمين مقرات جماعة وحزب أي كان، أعتقد أنه لما بالمقابل ناس تتوهم زي ما دول توهموا، يعني اعتقد انه يعني الف به مساواه كويس. ان اخليني مع الناس دي واقول لهم يا جماعه ماشي، انا هبعت لكم عربيتين امن مركزي يحموكم. ايه ما الذي سيدير الداخليه في هذا؟ اشتغلوا دوره واثنين وثلاثه على بركه الله، طالما ما فيش قوه ثوريه على بركه شغاله وبتنظم نفسها، هنقعد في الدوامه. اشكرك شكرا جزيلا استاذ علاء عبد الوهاب نائب رئيس تحرير الاخبار، اشكرك جزيل الشكر. واشكرك ايضا استاذ محمد لاشين المحامي بالنقابه الدستوريه العليا وعضو المكتب التنفيذي بلجنه الحريه بنقابه المحامين، اشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا اشكركم انتم ايضا على متابعه هذه الجوله الاخباريه، الى اللقاء.